بعت المية تنزل في المية لنا. بص يا باشا دول 17 فدان. بص حضرتك البرسيم، شوف برسيم حضرتك، بص برسيم، بص يا باشا، بص البرسيم، بص حظك كلنا. بص يا باشمهندس، بص يا باشمهندس، شويه البرسيم، ارض مزروعه غله وبرسيم حضرتك اهي، والسكن فرح منك من كل حد، والغله شعير من البومه، طاقه شمسيه 15 كيلو، 15 كيلو طاقه شمسيه حضرتك اهي، والمنزل ده عليه، المنزل عليها دي، بسم الله ما شاء الله، حته ارض قسما بالله من حضرتك اهو، برسيم في الارض السمراء، الارض ارض رمليه في قريه سليمان، ارض ملك مقننه ملك اهي، شوف حاجه بتبارك الله، 15 فد 17 فدان ملك، ميه بحاري حضرتك زي ما انت شايف، زمان فرع 20 في مدينه النبريه اهم، الارض مزروعه برسيم وغله حضرتك زي ما انت شايفها، والمنزل ده حضرتك عليه اهو. بيت حضرتك حديث لسه اهو، تبارك الله. ودي حضرتك الطاقه الشمسيه على 15 على 17 فدان اهي، والشعير ده فيهم اللي مضموم ده، الشعير ده فيهم بسم الله ما شاء الله اهي. شوف حضرتك البرسيم وريتهولك، والغله دي فيها اهي، اهي الشجره دي حدود الارض تبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهي شويه ارض محترمين، شكرا. بص يا باشمهندس شويه ارض محترمين، انا لما قلت لك هنجيب لك حاجه كويسه ان شاء الله تبقى حاجه كويسه، عليهم المنزل دي والميه على الارض على الميه مباشر، شكرا.